رابع بيا مدرسه تداوم؟ اعداديه. شلون البنى التحتيه بالمدرسه مالتكم؟ زينه. خدمات المدرسه؟ زينه الحمد لله. الصفوف، القاعات؟ الحمد لله زينه. زينه؟ ايه اكيد؟ ايه. شنو النواقص دائما تكون تعلم معده بالمدارس؟ كتب. ايه كتب. مرات ماكو. كتب ماكو. كتب؟ ايه. وبعد؟ والله بس هاي. ورحلات هم ماكو. لا رحلات. مو رحلات، مو رحلات. يعني هسه طلعان يعني بدنا شوي شوي طلعان، الرحلات ايه. وبعد؟ لا يا بس كتب صراحة. بس كتاب ذا الشيء. كتب ورحلات؟ ايه. ما عندكم؟ رحلات قليلة؟ ايه. وأعداد طلاب انتو هواية؟ ايه هواية. ايه هواية. الصف بي 45 طالبين. كل صف ايش قد بي؟ 45 هيجي مو شو. 45 طالب؟ 45 40. يختنق الصف؟ لا ويختنق بعدين كل مثلا رحلة ثلاثة اثنين بيها. نعم. ايه. اكو مرات رحلات صغار. يصيرون بيها اثنين. ايه. شو اسم المدرسة مالتكم؟ اعدادية العامل الحاسو عكس جعفر الطيار اللي تابع على الكرخة الثانية. ايه مو الكرخة الثانية؟ ايه هناك شايف مدرستنا بس هسه بيها تعمير فحولونا هنا ترميم. ترميم بيها؟ ايه ترميم. ما صار سبع سنوات ما حد ما سوى. وزير التربية اسمع، كل صف بي 45 طالب، كل صف بي 45 طالب يعانون من الرحلات ويعانون من الكتب. زين احنا راح نظل طلابنا